اخوان السلام عليكم. تتمه ديال الفيديو اللي داز كيفاش تقلب الموتور بلا ما تقلب، كان الجزء الاول، هذا غيكون الجزء الثاني. الفيديو اللي قبل كنا هضرنا فيه كيفاش تقلب الموتور، يعني غير في التليفون شنو الحوايج اللي غتسول عليهم. دابا غنجيو نقلبوا الموتور ماشي غير في التليفون، نشوفوا الحوايج اللي خصك تقلبهم نيشان معروف انت يموتوا في الموتور، الحوايج اللي غاليين اللي خصهم هما الاول تقلبهم وما خصهمش يكونوا خاسرين في الموتور. كيكونوا شي حوايج خاسرين بساط ماشي مشكل، هادشي غادي تعرفوا في هذا الفيديو هذا كامل. بقاو معنا من بعد الانترو. السلام عليكم من جديد. واحد الحاجه كنت نسيتها ما قلتها لكمش في الفيديو اللي قبل، فاش كنت كتسول على الموتور غير في التليفون مازال ما صافرتيش على الموتور ومازال ما واقفش قدامه، يمكن لكش تقول له حتى يصيفط لك كارت غريز، صور الكارت غريز غدا المعلومات الشخصيه ديالو سوق هذاك، انت غرضك بالماتريكول باش انت تمشي تسول عليه في طرابلس بليك تشوف ذاك الموتور واش ذاك الموتور فيه شي مشاكل ولا لا. ولكن ماشي قال لك سولتي على الموتور قالوا لك راه مريقل صافي راه مريقل 100%، لا يقدر يكون ما مريقلش برا، مريقل هنا وما مريقلش برا، يقدر يكون ذاك الموتور اصلا ماشي هو اللي غادي تشري، يكون دوبليكاتا. كيما دوبليكاتا يعني جوج الماطر عندهم وراق وحدين، عندهم ماتريكول واحد وقعات شحال من مره شحال من واحد. هذا بين قوسين باش نسدوا الموضوع ديال الفيديو اللي قبل. دابا احنا سافرنا عند الموتور وهضرنا مع السيد ورسينا معاه، صافي دابا غادي نشوفوا الموتور مباشره، يعني غنقلبوه بيدينا ونشوفوه بعينينا. دابا غادي نمشيو لشي بلاصه خاويه باش غندير هذا هو الموتور اللي غنشري ونشارك معكم داكشي اللي عرفت. اخوان من بعد ما كنكونوا مشينا عند الموتور اللي غنشريو واقفين قدامه، دابا اول حاجه باش كنبداو هي كنضربوا عليه واحد الدوره شرفيه، كنشوفوا الموتور واش كما هو في الواقع كما في التصاور اللي صيفطنا السيد. حيت شحال من مره تصاور تلقى شحال كيلعبوا عليه فيلتر وكذا، كتبان لك التصويره انت راه ناضيه، هو الموتور راه ماشي هكا كما في التصاور، تلقى فيه بزاف الخباشي فيه بزاف ديال الضرابي والتصاور ما كيبينوهمش. يعني اول حاجه كندوروا على الموتور دوره شرفيه ونشوفوا هذا الموتور بعدا بشكل سطحي. ثاني حاجه باش كنبداو كنقولوا له عافاك عطينا الكارت غريز زيدوا معنا، كنشدو كارت غريز في يدينا كنشوفوا النوامر اللي مكتوبين فيها واش هما اللي كاينين هنايا في البيسرينا، والبيسرينا كل موتور فينا تكون عنده ولا هنايا في الشاصي، وكل موتور راه كتكون فيه في شي بلاصه، كاين اللي فيه هنا كاين التايماكس تقدر التايماكس كاينه فيه من التحت، خصك توقف في البيكي سونترال والبيكي الجنب وتشكي عاد تشوف النوامر، يعني كل موتور وفيه كيكونوا عنده النوامر. انا خليكم شي تصاور هنايا باينين الحروف اللي مدقوقين اللي كيكونوا مضروبين بالمطرقه واليد، راه باينين تيكونوا يعيوا شي شويه اولا كاينين اللي مدقوقين بلا ماشين راه صعيب باش تعرفوهم، يعني المهم تدير جهدك نتايا وتشوف الحروف يكون داك الشيء نفس المسافه اللي كاين بين الحرف بين الحرف الاخر، دوك النقيطات حتى هما يكونوا مقادين، داك الشيء راه باين الخدمه ديال لا ميزو راه باينه ما تكونش هي بحال الخدمه ديال اليد. هذا من جهه. صافي من بعد اخوتي ما تنشوفوا هاد القضيه ديال النوامر وتنشوفوا الموتور كارت غريز داك الشيء اللي كاين هو تنمشيو للحوايج اللي اهم في الموتور. شنو هي اهم حاجه عندنا في هذا الموتور هذا؟ هي الماكينه، يعني تنجيو من تحت الماكينه تنحني تنشوف من الماكينه هنا من التحت واش فيه شي ضربه واش مسوديه واش شي حاجه، المهم تنشوفوا بشكل سطحي. الا كان شي ضربه راه تكون حتى في لالين هنايا مدريسي ولا شي حاجه، الا كان ما بدلوش تنشوفوا هاد الكارتيرات ديال الجناب، غير هو باش تكونوا عارفين راه ماشي ضروري لقيتي خبشات في هذا الموتور بلي راه فايت طايح صافي هذا الموتور راه فريا ولا راه ما خدامش، راه عادي موتور يطيح، غير باش تكونوا عارفين اي موتور كيطيح، غير هو ما تكونش طايح لي كراف شي كسيدر لي كراف، حاول ما امكن تشوف الماكينه تشوف الداخل، يعني الضرابي اللي غادي يخص كسيده خايبه الله يسر عاد يعني تقاس ديك البلاصه، فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم؟ يعني شوف الحوايج اللي صعاب، شوف ما امكن الحوايج اللي مخبيين، يعني اللي هذا الشيء هذا اللي من الفوق راه يمكن يدير قصيده ويبدلها الطرف يبدلها الطرف، هذا الشيء راه بسيط، هذا الشيء اللي فوق هذه الكارتيرات راه عادي، الخبيشات اللي هنايا هادو غادي تلقاهم مخبوشين، اغلبيه المطر بحال 800 بحال 750 بحال مطر بحال هكا كيكونوا خارجين هنايا، الا ما كانوش عندهم لي بروتيج راه هما الاولى تياكلوا الدق، يعني عادي تلقى موتور مخبوش من هنا باش تعرف موتور واش طايح ولا لا، راه تقدر تلقاه مخبوش من هنا، تقدر تلقى هاد لي بوز بي هادو ديال الرجلين تا هما مخبوشين، هاد الفران ديال اللور، السيليكتور فيتاس من الجهه الاخرى،
السيليكتور فيتاس تحيد له هذا الجو راه تلقاه مكرط من هنا هادشي باش كتعرف واش طايح، ولكن ماشي هادشي اللي غيخليك ان الموتور صافي تقول له دار فوطور راه عيان، لا ما تنقولش هادشي. انا تنجيو نشوفوا من بعد حوايج اللي من الفوق، مثلا البنوات تشوف البنو واش قال لك هو عاد بدلته يكون هو مسوح ما بقى فيه ما يدار، بحال البنو اللي قدام البنو ديال اللور، يعني حوايج اللي دايرين الثمن. مثلا هذا البنو بغيت تعاودو جديد راه خصك واحد 1200 درهم هي القليله، فهمتوني؟ يعني حوايج اللي غادي يزيدوا يكلفوك، اما الحوايج مثلا اللي غيكلفوك 100 درهم نقول لكم بحالاش، بحال لي بلاكيت ديال اللور، البلاكيت ديال القدام ديال الفران، يعني هاد الحوايج اللي كيتبدلوا، حوايج اللي كونسومابل اللي كيموتوا مع الوقت عادي غيكونوا فيه 200، ماشي صافي لقيتي بلاكيت 200 ولا لقيتي بوله محروقه راه هذا الموتور نبدل عليه الراي ديالي ونشوف موتور اخر. لا حوايج عاديه هادو، شوف حوايج اللي غادي يكلفوك اللي غادي تخسر عليه من بعد. تنشوفوا مثلا هاد البينيو، كندور البينيو الا كانوا مرسل له شي جوج سنات ولا راه يعني راه غادي توقف عليه كيتشين راه ديال الموتور راه دايره حتى هي من 1000 درهم من الفوق. من بعد ما تتشوف هاد الحوايج اللي سطحيه، الحوايج اللي كتشاف بالعين بلا ما ديماري الموتور، يعني بحال هكا المهم داكشي تفكرت راني قلت لكم رادياتور باش ما ننساش هي، بحال انا جات تلقى عنده كاش رادياتور بحال هكا تتعرفوا راه المهم حافظه راه رادياتور نقيه، كانت رادياتور جاتبان لك شوف واش كاينه فيها شي ضرابي خايبين الا كانت واقفه على التبدال ولا شي حاجه. مثلا الدياسك ديال الفران تدير صبعك دوز يديك، اجيو معايا من اللي كاينه الشمس تتشد صباعك وقد دوزهم بحال هكا وتشوف واش كاينين لي غورج، واش محفره واش الديسك فيه الحفاره هنايا ولا واش الديسك رقيق، تجي انفاس معاه تشوف واش الديسك رقيق ولا غليظ، يعني واش قريب يموت ولا راه مازال غيدوز. عندك جوج ديسك القدام ديسك اخر اللور كل موتور وشنو، تهضر انا دابا في هذه الحاله على الموتور ديالي. نسولو من الموتور واش الصباغه معاوده ولا لا، ولكن ماشي سولناه راه غيقول لنا داكشي اللي كاين باش تعرف الصباغه واش معاوده ولا لا، تبقى تركز عليها تجيب تبقى تقرب الموتور شوف كاينين الدماعي فيه، واخا يكون هذا المعلم تاعي ضروري غادي يخلي الفويت يخلي الديفو، يعني شوف كاينين فيه الدماعي، شوف شي بلايص اللي مكرط فيه الموتور شي شويه واش كيبان لك شي لون اخر تحت الموتور تحت ذاك اللون. الا كان كيبان لك غير كحل نيشان هذاك راه هو اللون ديال البلاستيك، فوقه واش كاين شي لون اخر اللي كان هذا الموتور بلون وغادي يبدلوه، يعني بحال هذا الشكل هذا. غادي تحل اللور، حل شوف قلب فاش تكون قدام الموتور ما تحشم على حتى شي حاجه، اي حاجه بانت لك شكيتي فيها بغيتي تقلبها قلبها، خذ راحتك راك رزقك اللي غادي تحط راه ماشي غتاخذ الموتور فابور، شوف واش كاينه شي حاجه باش تكون عارف. انا واحد المره وقعت لي مشيت نشري واحد 800 جيت هنا لقيت السودور اللور هنا، شي واحد كان كيكابري ولا ما نعرف ولا ضربوا شي واحد من اللور والسودور كاين هنا اللور، ولكن من الفوق تاش كيبان الكاريناج مزيان ما غاديش تعرف. من بعد ما قلت لكم هاد الحوايج اللي تتقلبهم الموتور ساكت، دابا غندوزو الموتور نديماريوه. قربوا معايا انوريك ديماري الموتور. الموتور فاش غديماري ضروري غادي يكون الصداع ديال البو غالب، هادي واحد الطريقه غتبقى كنجربها انا والمعلمي راه تيجربوها، تسد يديك على البو يعني سد يديك باش ما يديرونجيك تسمع صوت ديال الماكينه فاش غتسد يديك وعاد تبقى تكسيري، الا كسيريتو البو ما دايرش يدي راه ما يخليك تسمع والو، تدير يديك على البو تبقى تسمع تتشوف الصوت واش كاين شي ضربه واش كاين شي صداع واش كاين شي حاجه في وسط الماكينه، تهضر لكم على وسط الماكينه ماشي من برا، من برا راه البو هذاك والبرزيت ديالو عادي. وفاش كنكون داير يدي هنايا واش نكسيري راه غتجبد يديك غادي خصك تلقى نقيه ولا فيها غير داك النده ديال الماء، ما خصكش تلقى شي حاجه اخرى، ما خصكش تلقى شي قطره الزيت ولا. من بعد تندوز الحوايج اللي خصك تجربهم وانت غادي بالموتور، يقدر ما يخليك تسيقوك اخويا اسمح لي انا ما تنتقش من حقه، ولكن انت شوف كي دير تهضر معاه قول له اخويا ركب معايا اللور وغادي نجربو انا وياك، يعني راه عادي ركب راه خصك تجرب الموتور ولا يقدر يسوق بيك هو يقولك ركب مورايا نتايا غادي يحاول على الموتور وما يبينلكش الديفويات ديالو، يعني حاول ما امكن تقول له يعطيك هو تسوق ويركب موراه، لا كنتي كتسوق كنتي عاد غتشري موتور اول مره ولا شي حاجه غير ركب موراه وكون عطي راسك الراحه. اول حاجه غنجربوها من بعد ما غادي نقلعوا بالموتور هي غادي نكسيريو شي شويه ونرخيو الموتور، ما خصوش يدينا اليمين ولا يدينا اليسر، حيت كاينين دي زاكسيدو اللي واخا يتصلح فيهم لافورش ديال الموتور تيبقى ديفو الا ما كانش بدلها، يعني خصك تمشي الموتور يمشي
تو دغوا ما يدور لها هكا لا هكا. ثاني حاجه الموتور ما خصوش يبقى يتزعزع، داك الفيبرور ما خصوش يكون فيه، راه الا كان يبقى يدير لك قيلونه ديما ديما تبقى تكسيري غتفوت 100 تبقى تحس الموتور تيبغي يتقلب بك بحال هكا، يعني خص الموتور يمشي نيشان. وحاجه اللي مهمه حتى هي ندوزو فيتاسات كاملين، يعني صوق ودوز كل فيتاس بلاصتو، شوفوا واش تيدوز فيتاس رطب واش ما تيبغيش يدوز، تيدوز قاصح ولا ما تيدوزش كاع، تقاد دوز الفيتاس وكسير على حيد يدك من المبرياج وشوف واش الفيتاسات يعني كلهم مزيانين، كل فيتاس كاين بلاصتو، وشوف لابيس واش خدام، لابيس كيفاش غنجربوه، راه غتكسيري شي شويه، ما شكونش غادي مجهد باش ما ديرش شي مشكل لراسك، غتمشي بغير بحال هكا وتبقى تفراني بحال غتفراني السك باللور، ها هو راه خدام، وتجرب لابيس ديال القدام حتى هو، ها هو رخا شتيه. يعني هاد الحوايج كاملين خصنا نكونوا عارفينهم، الحوايج اللي مهمين خصنا نقلبوا في الموتور، وفي الاخر تيبقى راه داكشي مع تيسير الله، يعني تدير مهم السبب والكمال على الله، هادشي اللي بغيت نقول لك. واخيرا اخوتي هادشي اللي قلت لكم دابا واللي حاولت نبارطاجي معكم راه ماشي صافي، قلت لك انا هادشي راه غتعتمد غير على هادشي وغتمشي وغدير غير هادشي اللي قلت لك انا في بالك، راه الا كنتي كتعرف شي واحد معلم من الاحسن كنتي عندك صحابك ولا الدومين حتى هما يعني اولاد المواطر حتى هما ديهم معاك، راه تقدر انت تنسى شي حاجه يفكرك الاخر. اخوان كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، حاولت ما امكن نبارطاجي معكم داكشي اللي كنعرف، لا بان لك شي حاجه وما قلتهاش انا في هذا الفيديو هذا بارطاجيها معنا حتى انت في لي كومونتير باش تستافدوا الناس. دوز عندي انستغرام، انستغرام عندي هو هنا، راه تنعتمد على الراي ديالكم بزاف فاش كنبغي نحط شي فيديو، هذا الفيديو بالضبط راه تسولتكم اش من فيديو تبغيو تشوفوا السيمانه الجايه، وهذا ما كان في هذا الفيديو، تهلاو نتلاقاو في فيديو جديد، بيس اند لوف.